السلام عليكم، انا دكتور هيثم رضا بدر، مدرس مساعد بطنه وسكر في كليه طب جامعه المنوفيه. مؤتمر النهارده ان شاء الله هيقول لنا على الجديد في السكر، سواء من النوع الاول او النوع الثاني. هيقول لنا، هيعرفنا على الادويه الجديده في مرض السكر، واللي نقدر بيها من خلال وجود مجموعه كبيره جدا من الادويه ان احنا نختار لكل مريض الدواء المناسب ليه بجرعاته المناسبه، بحيث ان هو يتجنب بيه الاعراض الجانبيه وفي نفس الاعراض الجانبيه للدواء، وفي نفس الوقت يجنبه مضاعفات مرض السكر. ان شاء الله نتمنى انه يكون المؤتمر مفيد لكل الاطباء الموجودين، وان شاء الله يضيف لهم كتير في مستقبلهم المهني بالنسبه للسكر. شكرا.